طابت اوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام. قبل انطلاقه المباراه يبدو ان كل شيء مثالي هنا من اجل مباراه كره قدم ممتعه، لان الاجواء رائعه بشكل عام، الطقس جميل، اجواء رائعه في المدرجات، سماء صافيه، كل شيء مثالي. بقي لما يمكن ان يحدث على ارضيه الملعب على العشب، ومطالب اللاعبين باظهار امكانياتهم لكي نستمتع بكره قدم. اجواء رائعه هنا في هذا الملعب، كل شيء جاهز من اجل الاثاره والمتعه والشغف وكره القدم. And now, lining up for Algeria, number 20, Youssef Eto. Number 22, Ismail Benassa. Mahrez. وركلة البداية بن ناصر، ماندي، أونس، لمسة بينية، إبراهيمي، الله على الكرة، هدف جميل جدا. إبراهيمي بكل مهارة وروعة يراوغ الخصم، يعدي بشكل جميل قبل أن ينهيها بأجمل طريقة. أحرز الهدف الأول في توقيت مبكر. كريتشوفياك خسر المواجهة أمام خصمه. إيقاف الهجمة في الوقت المناسب قبل أن تكون الأمور أكثر صعوبة. كرة طولية إلى الأمام، يتدخل ينهي الهجمة قبل أن تشكل خطرا على فريقه. أونس، يحاول تمريرها من بين المدافعين، تمريرة جميلة، ربما لو مرت لكانت خطيرة. دفاع رائع اليوم، تعود الكرة إليهم مرة أخرى. رمية جانبية، يحاول أن يسدد الكرة من هنا. محرز على تنفيذ الخطر.
يفقد توازنه. كريتشوفياك، زيلينسكي يلعبها طولية، ينجح في قطع الكرة، صاروخية من زيلينسكي وينجح في تسجيل الهدف. هولندا فعلوها وأحرزوا هدف التعادل. تلك هي فائدة التدريبات على دقة التسجيل، عندما نكون لاعب يولد داخل منطقة الجزاء، هذا هو الهدف، وهذه الطريقة الاستثنائية في استغلال الفرص. كرة في منتهى الروعة. زيلينسكي نواصل المباراة وأصبحت النتيجة متعادلة. يحاول أن يلعب كرة بينية، كرة عرضية، أوناس محاولة جيدة لكن هدف ضيع، الفريق اللي كان قريب جدا من التسجيل. الخطر يسدد في اتجاه المرمى من مسافة، تسديدة قوية لكن تفتقد إلى دقة، تسديدة من مسافة بعيدة، الكرة اعتلت العارضة. ليفاندوفسكي إلى خارج المرمى، لم يكن في الإمكان أفضل مما كان، لذلك قام بتسديد الكرة، وكانت محاولة خطيرة لكنها لم تنجح. أجمل تدخل في لحظة حاسمة بعد أن كانت كرة خطيرة جدا على مرمى فريقه. تغيير اتجاه اللاعب على اليمين، يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم، والعرضية دفاع رائع جدا، نرفع القبعة لهذا الأداء الدفاعي العالي، يبحث عن المهاجم، يمر يلعب كرة بينية، أوناس يا سلام على المهارة، على الكرة الجميلة، قد تكون هذه فرصته. تسديدة من أول لمسة، يا له من تصدي مذهل. بن ناصر يلعب كرة قصيرة، لديه الفرصة الخطيرة. 2 added minutes has been indicated. يلعب كرة بينية، لمسة بينية، اللاعب يستلم الكرة. اوه تدخل جميل واعتراض اجمل. الحكم ينهي شوط المباراة الاول. Please join me in wishing a happy wedding anniversary for one of our fan club members. Substitution. نستأنف المواعيد مع شوط ربما يكون حاسم. الجزائر تقريبا كان يلعب وحده، عديد من الفرص
التسديدات المحاولات ولكن بدون أن ينجح، بدون أن يستثمرها بالشكل المطلوب. إذا ما استمر الوضع عليه أخشى أن تعاقبهم كرة القدم بعد ذلك. وصلت إليه، خطورة كانت كبيرة لكن ينجح في منعها. ليفاندوفسكي، منافسة قوية جدا جسديا بين اللاعبين. كليتش، ميليك، تألق غير عادي من الدفاع في مباراة اليوم. كرة طويلة للأمام، منجح، لمسة على اليسار، يحاول تمريرها من بين المدافعين. متعة، هذه هي الكرة المجنونة، كرة ليس لها أمان، ليلة غير عادية. الكرة توضع في أفضل مكان، حارس مين يا عم ممكن يصد هذه الكرة؟ هذه طريقها إلى المرمى مفتوح. ينجحون في التقدم بالنتيجة بفارق هدف وحيد. The attendance for this match was 80,953. وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة، يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. ونجاح، يحاول أن يلعب كرة بينية، تلعب الكرة إلى الأمام، والآن فرصة للتحول الهجوم. يمر ويلعب كرة بينية، يستعيد الكرة بسرعة. استلام جميل الكرة، أداموناس، الكرة ملعوبة من مسافة، الحكم يشير إلى وجود خطأ ضربة حرة. تذهب الكرة إلى خارج المرمى، لديه ثقة كبيرة في قدراته العالية على مستوى الكرات الثابتة، لكن من هذه المسافة الكبيرة خيار التسديد كان خيار سيء بصراحة. يتفوق في المواجهة البدنية، يحصل على الكرة. بيدناريك يبحث عن لاعب في المنطقة الأمامية، كرة من جهة اليمين، والكرة تجاوزت الخط هنا. كرة تعود للخلف، أعتقد أنها بالفعل مخالفة، يتفق معي ربما حكم المباراة، يطلق صافرته. نعم، لا، على ما يبدو أن المخالفة وقعت خارج المنطقة. هل يستغلوا الكرة الحرة؟ هل يسجلون من هذه اللقطة؟
رياض محرز. إيتشوفيان. زيلينسكي. اليوم الأداء الدفاعي غير عادي، مباراة كبيرة تحسب للمدافعين. يلعب كرة بينية. تنتهي الهجمة هنا قبل أن تصبح أكثر خطورة. ونجاح. كليتش. زيلينسكي. كريتشوفياك. يحقق. وهكذا نصل وإياكم إلى نهاية المباراة. يا لها من مواجهة صعبة ورائعة، لأن الفريقين لم يرضيا بالتعادل في أي لحظة من لحظات المباراة. شيء رائع أن نكون جزء من مباراة مثل هذه بالتأكيد. ليلة كانت غير عادية، مباراة كبيرة. شكرا للاعبين على ما قدموه من أداء في مباراة اليوم. بالتأكيد أنني سعيد بالتعليق عليها، وبالتأكيد أن الكثير مما تابعوها سعداء بحضور مثل هذه المباريات. شكرا على حسن المتابعة والاستماع مشاهدينا الكرام. هذه تحياتي، محدثكم فهد العتيبي. شكرا على المتابعة، ونلتقيكم في مباريات القادمة.